بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. أيام أو ليالي الأخيرة من شهر شعبان المعظم، نحن نودعها حتى نستقبل بانقضائها شهر رمضان المبارك. وهناك كثير من الروايات الشريفة ذكرت على أنه على المؤمن أن يستغل الأيام الأخيرة من شهر شعبان، ونحن ليس أمامنا إلا يوم غد، اليوم الأخير من شهر شعبان، كما هو المتوقع أن يكون الأول من شهر رمضان هو يوم الخميس بعونه تعالى، طبعا حسب الاحتمالات والتوقعات. نحن في الواقع أمام فرصة جديدة رب العالمين يتيحها للمؤمنين ولعبيده ولعباده أن يقفوا موقف الممتثل والمطيع لأوامره سبحانه وتعالى. ومن حسن حظ بعض المؤمنين أنه هذا العام شهر رمضان في فصل ربيعي طيب، ليس فيه من الحرارة ما يمكن أن يزعجهم كثيرا، فأوقات طيبة وزمن مناسب للصيام، فلم يبقى لنا إلا أن نستعد لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. استمعوا إلى هذه الآيات الكريمة التي يدعو الله سبحانه وتعالى عباده لصيام شهر رمضان. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العالمين يقول: من رأى هلال شهر رمضان ودخل عليه شهر رمضان الواجب عليه أن يصومه. من شهد منكم الشهر فليصمه. بعد ذلك برأفته ورحمته وتفضله على عباده يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي مريض، اللي على في سفر، اللي مشغول في أسفاره في كذا، فليس عليه الصيام. لماذا من كان مريضا لا يصوم؟ ولماذا من كان على سفر لا يصوم؟ لماذا؟ يجيب الله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد التخفيف على الناس، يسر على الناس، ولا يريد العسر والصعوبة على الناس. هذا منتهى الرحمة الإلهية، أن يجعل لعباده المستضعفين المؤمنين أنه إذا كانوا مرضى أو على سفر فيمكن لهم أن يصوموا في وقت آخر. ولا يريد بكم اليسر ولا يريد، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. عليكم أن تنتهوا من هذه الوظيفة، من هذا الواجب، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بعد ذلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيات كريمات تعطي ملامح الوظيفة والمسؤولية في شهر رمضان المبارك. نحن أمام مسؤولية مهمة أيها الأحبة. لا يمكن لمسلم أن يدعي الإسلام، ولا يمكن لمؤمن أن يدعي الإيمان ويدخل عليه شهر رمضان ولا يصومه وهو بلا عذر. من ترك صيام شهر رمضان بلا عذر فهو عاص، ومن أصر على عصيانه فهو فاسق. ومن أنكر وجوب الصوم قال لا الصوم واجب فهو كافر، لأنه من جحد وأنكر ضرورة من ضروريات الدين وأحكام شريعة سيد المرسلين إذا أنكرها وقال هذا ما له وجود. مثل واحد يقول ماكو صلاة، أنا ما مقتنع بالصلاة، الله ما أوجب الصلاة، هذا كافر. وإذا إنسان جحد بالصوم قال الصوم ليس واجبا، أيضا هذا يحكم بكفره. ولكن الذي لا يجحد يقول لا أنا ما أنكر الصوم بس ما أصوم، ما لي خلق، عندي امتحانات، عندي كذا، فهذا فاسق، والفاسق له أحكام كثيرة. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، فرصة أمامنا حتى نثبت لله سبحانه وتعالى حبنا إليه وطاعتنا له ووفاءنا بعهد قد عهدناه له سبحانه وتعالى. نحن عاهدنا الله. وين عاهدنا الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله احنا أخذنا منكم الميثاق والعهد في عالم الذر وفي عالم الحياة الدنيا على أن نكون مطيعين وعابدين، وعهدنا يوميا، الأخوة اللي يصلون يوميا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا لما تقول إياك نعبد إقرار بأنك تعبد الله. فكيف الإنسان اللي يقر يوميا أنه يعبد الله ولكن لما دخل شهر رمضان هو يترك الصوم لأدنى مبرر؟ والله عندي امتحان، والله يجو ضيوف، والله عمي تمرض، والله والدتي تخربطت، والله صار عندنا مريض، صار عندنا جنازة. هذه ليست من الأعذار أصلا، خذوها مني، وهذه فتوى جميع الفقهاء. وجود جنازة، وجود مريض، وجود ما أدري امتحانات، وجود ما أدري شنو، هذه كلها ليست أعذار حتى يترك الإنسان الصوم. يقول سيدنا أنا أبوي مات، شو أسوي؟ الله يرحمه برحمته الواسعة. تقدر تبقى على صيامك ابقى على صيامك، ما تقدر تبقى على صيامك روح اقطع مسافة 25 كيلومتر، تريق وكل لك حاجة وارجع وابقى فاطر، ولكن بسفر، مو لأنه والدك توفى. يقول سيدنا منو يلتفت هذا الأمر؟ احنا مصاب عندنا. من يلتفت؟ يلتفت المؤمن، يلتفت الذاكر، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله يلتفتون. أما الذين نسوا الله وفي غفلة، طبيعي رأسه شوي يوجع ينسى الله، عند امتحانات ينسى الله، هذا ليس من الإيمان بشيء وليس من الالتزام بشيء. لا بد الإنسان أن يثبت جدارته. إحنا طول السنة، وإن ما تقعد، أمس قعدت ويا واحد سائق سيارة تاكسي، إحنا سيدنا، إحنا المسلمين، وإحنا كذا وإحنا كذا، فسألت سؤال قلت له عفوا صلاتك تصليها؟ قال لا والله سيدنا فترة هالشكل فترة. قلت شلون تدعي أنت مسلم؟ شلون تدعي أنت ملتزم صلاتك أنت ما تصليها؟ نحن كثير ما ندعي، و
أفواهنا مليئة بعبارات وشعارات ولكن خالية من الواقع. فهذا شهر رمضان سيأتي إلينا، الآباء الأمهات يتحملون مسؤولية كبيرة جدا على أن يرشدوا أولادهم، يرشدوا بناتهم، بابا هذا صوم، هذا شهر رمضان، فلا بد أن يلفتوا أنظار أبنائهم بشكل ضروري على أن يصوموا. لا تقول لي والله سيدنا بنتي صغيرة عمرها 9 سنوات، خلصت 9 سنوات ودخلت في السن العاشرة وهي ضعيفة. يا أخي الكريم، التكليف الشرعي لما صار فيجب عليها أن تصوم بمقدار ما يمكن لها أن تصوم. أعينوا بناتكم، أعينوا أولادكم على طاعة الله، خليها تصوم. شو وقت ما تشوفوها كلش وضعها تدهور لا سمح الله، كلش مثلا وضعها غير ذاك الوقت، تنطوها شيء بسيط وكرر شيء جزئي، شوي مي شوي كذا، وخليها تبقى ممسكة. لا أنه تجيبوها للريوق وأكل، يلا أكلي بابو أنت ضعيفة وأنت نحيفة، أبدا. الضعيفة والنحيفة رب العالمين أرحم بها منك، وأنت تأخذك العاطفة الغير على حال غير الملتزمة. إنسان لابد أن تكون عاطفته في حدود أحكام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على أن ندخل في شهر رمضان ونحن على أتم الاستعداد، على أتم الاستعداد لخوض هذه التجربة المهمة والطاعة الكبيرة لله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة العظيمة وهي حلول شهر رمضان المبارك. أقرأ آيات أخرى من كتاب الله العزيز في سورة البقرة، آيات 183 إلى آيات 184، تقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم مو بس للمسلمين، الصوم كان للأديان السابقة، للأمم السابقة، ولكن له أحكام أخرى قد تختلف عن أحكام الصوم في الإسلام. بعدين رب العالمين يقول أياما معدودات، الصوم ترى أيام معدودة مو طول السنة، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يجعل رب العالمين عذر للي مرضى، عذر للي في سفر، أن بعدين يصوموها إن شاء الله تعالى. ولكن اسمحوا أن أقول لكم أن المرض ليس مطلق المرض عذر لعدم الصوم. واحد والله شوية حسب تعبيرنا ظهر يوجع ويفطر، لا، ما له ربط. ألم الظهر ما له ربط بالصوم. يعني اللي عنده قرحة، اللي عنده حسب تعبيرنا قولون، اللي عنده سكر، يعني الأمراض اللي إلها ارتباط بالأكل والشرب. الأكل والشرب طبيعة، بعض الأمراض إلها علاقة كبيرة، مثلا مسألة السكري أو مسألة القولون أو مسألة قرحة المعدة، هذه أمراض مباشرة فيما يرتبط بالمعدة والأكل والشرب. أما ألم بالظهر، والله عندي أنا شوية سوفان بالركبة، هذه لا ربط لها بالصوم. ولا تتصور أنه كل من كان مريض فيجوز له أن يفطر، حتى لو كان المرض، حتى لو كان المرض والله سقوط الشعر عنده، سقوط الشعر أو شيء من هذا القبيل. على أي حال لابد الإنسان أن يلتفت على أن لا يجعل لنفسه مبررا غير شرعي. ورب العالمين يقول هذا في القرآن الكريم على أنه الإنسان حتى لو كان يلقي معاذيره ويلقي تبريراته، رب العالمين لا يقبل التبريرات والأعذار إلا إذا كانت حقيقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، عندي متصل، تفضلوا. مولانا أنا عندي سعاد ذبية أطفال رسميا بالثالث، واحد ظل الخامس يلا طاح، بس هو
بجسم الثالث ما زايد. أخ علي هاي البصمة أصلا غير واضحة وغير مناسبة، غير مناسبة للنشر يا حبيبي، مو واضحة ولا كذا. بصمة أخرى لو سمحت. نعم تفضل. السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. بالنسبة لمهر البنية، من اللي يتحكم به؟ يعني الوالد أو البنت هي المخطوبة؟ لأن مرات الوالد يأخذ من المهر ويقول حق ترباط وتعبي، يعني هل هذا يصير؟ هذا الشيء يجوز؟ يعني هاي البصمة ناقص، يعني شنو أي بنت شنو مشكلتها؟ أي نعم الأخ يشرح لي، الله يحفظه يشرح لي البصمة. كأنما البصمة منقوصة، يعني على أي حال البصمة تقول على أنه أم عندها بنت وتريد أن تزوجها، أبوها يطالب بالمهر أن يأخذ المهر إلى، والبنت تقول المهر مهري، فشنو الصحيح؟ واضح، حياكم الله. أم علي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ أهلا ومرحبا حياكم الله. بي سكر ومريضة تعبانة، ورحت للطبيب وقل لي لا تصومي تريدش تعبانة، تشي تقول سيد؟ الطبيب قال لا تصومي؟ ايه الطبيب قل لي لا تصومي. وانت جربت الصوم؟ انا صايمة يعني على طول، يعني هاي المستحبات 12 يوم صمت برجب وزينة، بس هسه ما بي شوي تعبانة. صمتي مستحب؟ ايه صمت مستحب. ليش الصوم مستحب وانت مريضة؟ اشوف روحي يعني زينة، همتي زينة. خير واضح، حياك الله معني. الأخوة أم علي يعني كلامها سمعتوه أنتو، وأنا مريضة وعندي سكر وكذا، والطبيب يقول لا تصومين. سألتها تيم صومين، يقول إيه أنا صايمة في رجب وشعبان صايمة، شون الصومين وأنت مريضة؟ يعني كيف الصومين وأنت مريضة؟ يقول لا أنا أشوف نفسي قادرة. نعم فنفس الكلام، نفس الكلام نقوله عن رمضان، يجب عليك أن تصومي إذا رأيت نفسك قادرة على الصوم. ما يجوزك أن تتركين الصوم لأن والله الدكتور قال لي. تقول أنا أشوف نفسي زينة، خلاص شوف نفسي زينة صوم. اللي يشوف نفسه زينة يصوم. صومين إن شاء الله تعالى وتكملين ما تقدرين عليه، وش وقت ما تشوفي نفسك كلش تعبتي ارتاحي يومين ثلاث لتصومين ومرة أخرى. وهكذا المريض هو الذي يقيم نفسه ويرى نفسه أنها قادر على أن تصوم أو لا، فهو اللي يقيم. نعم أبو عقيل تفضل. مولاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولاي؟ حياك الله. أنا صايم هاي الفترة من أيام صمت، هاي الفترة كنت مريض طايح جلطة بي وعد انسداد. بلي. والدكتور قال لي لا صوم، ممنوع من الصيام. بلي. شفت تروح أصير الزين، صمت هاي الفترة من أيام صمت ثلاثة أيام، ما شوي صار عدو وجع، صار عدو ألم. بلي. اي والله صار عدى الم، عدى انسداد وعدى جلطه. هسه حاليا ما اعرف شنو اللي علي وشنو هو اللي. حياك الله ابو عقيل. لا شيء. حياك الله. نعم. الاخ ابو عقيل لو كان سامع يعني سؤال الاخت ام علي وسامع جوابي على ام علي ما كان اتصل علي، بس هو اتصل نفس سؤال ام علي، نفس سؤال. والله انا صمت في فتره سابقه وصار عندي على حال مشكله في القلب، والطبيب منعني من الصوم، نفس الكلام. وأنا نفس الجواب أجاوبك أخ أبو عقيل، أنت عليك أنه تشوف نفسك إذا تقدر الصوم الصوم، وإذا شفت نفسك ما تقدر الصوم فأنت معذور، والمعذور عليه أن شنو؟ عليه أن ينتظر إلى السنة القادمة، يعني إلى رمضان القادم. إذا استطاع خلال الأشهر بعد رمضان، بعد رمضان إلى السنة القادمة، إذا قدر يشوف نفسه أنه يقدر يقضي فيجب عليه القضاء، وإذا ما قدر يقضي فيدفع عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين للفقير، عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين عن كل يوم للفقير.
بعنوان بدل الصيام للعاجز عن الصوم المريض العاجز. نعم أبو علي تفضل. مولاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سي سؤالي عندي الله يخليك. تفضل أخي تفضل. سيد أنا أتوضأ أحيانا أتوضأ بس ما أتمضمض مضمضة ما أتمضمض بس نوبات، هل وضوئي صحيح؟ هذا سؤال. بالي السؤال الثاني. السؤال الثاني سيد بالنسبة للمرأة المتوفي زوجها مقتول قتل وإلى فصل ومطوى فصل بالعشائر ومطوى فصل، هل من حق إخوان المقتول التصرف بالمظالم؟ إخوان المقتول؟ إخوان المقتول يعني إخوان المقتول. المقتول عنده أولاد؟ عنده أيتام وزوجته موجودة. عنده أولاد يعني؟ إيه نعم، عنده بنات واثنين ولد، هل من حق إخوانه يتصرفون بالمبالغ بحجة واضح. أنه لصالحهم؟ واضح. حياك أبو علي. يقول أنه أنا أتوضأ ولكن بدون أن أعمل المضمضة، والمضمضة إخواني من مستحبات الوضوء، يعني يستحب لمن يتوضأ أن يتمضمض، والمضمضة من مستحبات ذلك. فإذا إنسان ترك المضمضة وصل وتوضأ بدون مضمضة وضوء صحيح وصلاة صحيحة، بس ثواب المضمضة وثواب هذا العمل ما يحصل عليه، ولكن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح بدون إشكال. أبو علي تفضل. السلام عليكم. خير. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله يحفظك مولاي. أنا من ناصرية. نعم. أنا من ناصرية، وريد شهر رمضان أروح البغداد. نعم. أبقى يعني شهر زين. نعم. فبس أنزل الخميس والجمعة والسبت. يعني شلون في الحالة هاي أفطر يعني صلاتي تامة صيامي تام كله؟ أنت شنو كثير سفر شنو؟ لا والله أدرح شو ويبني يعني البغداد شهر قبل رمضان. يعني أنت مو كثير سفر ولا سايق؟ نعم. أنت مو كثير سفر ولا سايق؟ اي نعم هيك يعني. واضح. حياك الله. الاخ ابو علي يقول اكو. نعم جنات تفضلي. جنات السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد يصير بالصلاه صلاه الفجر عندي طفله يصير اشيلها وياي يعني بالصلاه لان تمشي وقت الصلاه وما اقدر افوتها يعني تطلع الشمس بعد يصير؟ حمل الطفلة أثناء الصلاة؟ أي بس صلاة الفجر لأن وقتها يعني محدود ما أقدر يعني يصير قضاء. واضح. فأشيلها وياي يصير؟ واضح ما في إشكال. سؤالك واضح. الأخ أبو علي يقول المرأة المتوفي زوجها وقاتلين زوجها يعني وأعطوا فصل يعني دية، يقول هل من حق إخوان المقتول يعني إخوان المتوفى لهم حق أن يتصرفوا بالدية، والمقتول عنده أولاد وعنده زوجة؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز لإخوة المقتول ولا لشيخ عشيرته ولا لأعمامه ولا لأي أحد الحق في التصرف بالدية. الدية ملك الأولاد والبنات والزوجة، وإذا كان أبو المقتول موجود أيضا أبو المقتول إلى حق، وأما إذا المقتول ما عنده أبو ولا أم وإنما زوجة وأطفاله فهم الذين يملكون الدية، ولا يحق لإخوان الميت أن يتصرفوا بدون إذن الحاكم الشرعي. سيد عقيل تفضل. نعم. ألو السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا الله يخليك. حياكم الله تفضل. سيدنا أنا عندي طلب يمك صغير، أريد رسالة توصلها من برنامجك الكريم. إحنا جرح الفتوى جرح المعاقين وشهداء الأحياء سمتنا المرجعية. أنا قبل فترة اتصلت بيك وتذكرني
أنا سيد عقيل من آل بغداد. بلي. سيد همنا يعني فرد مرة يعني مو لهالدرجة يعني هذا الإنسان الضحى والأنطى حياته يعني الركن بهالركن مو بس أنا يعني أنا مثل حالتي مات يعني. يعني المفروض يعني غير الدولة توقف وياه تقدر أشوف عائلته شو محتاجة يعني الساكن بالتجاوز قاعدة بسكن قطعة أرض. سيد عقيل سيد عقيل. نعم سيد. أنا أتذكرك أنت تكلمت معاي. أي والله سيد. اسمعني سيد عقيل اسمعني بس اسمعني. خادمك سيد. وأنت وأنا تعاطفت معاك بشكل و نعم. بدأوا يتصلون علينا يعني يتصلون على المؤسسة ويردون رقمك. اتصلوا علينا من العتبات واتصلوا علينا من القائد العام القوات المسلحة. والله سيدنا ما حد وصلني أوانت الله ورسوله. اتصلوا علينا وأنا ما أدري بعد جاء أقول أنا بالتلفزيون حتى الناس لا سيدنا أنا مو أنا رحمة الله سيدنا إحنا حاضرين. سيد عقيد خلي أكمل حبيبي بعدين أقلك إن شاء الله سيدنا. فقالوا إحنا راح نقوم بالواجب وكذا وبعض المسؤولين قالوا هذا محسوب على ما أدري الدفاع أو محسوب على الداخلية ما أعرف. نعم. على أي حال هذه الأمور. نعم سيد. بس عموما نعم ما أعرف الإخوان وصلوا لك ما وصلوا لك بعد ما أدري. أنا سيد نريد الدعاء محتاج رحمة الله يعني جزاك الله ألف خير سيد. الله يبارك فيك سيدنا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو علي يقول أنا أريد أسافر إلى بغداد في أيام الخميس والجمعة والسبت وهم إن شاء الله يكون أيام رمضان شنو اللي علي؟ تفطر لأنك مسافر ولا يجوز الصوم في السفر تفطر وتصلي قصر وإن شاء الله من ترجع إلى مدينتك لما ترجع تقضيهن هاي الأيام الثلاثة تقضيهن بعد رمضان أو في الأشهر القادمة فما عليك شيء وليس حراما أن الإنسان يصوم في شهر رمضان ما في مشكلة عفوا أن يسافر في شهر رمضان ما في أي مشكلة. نعم الأخت جنات تقول أنه في صلاة الصبح الطفلة تبكي وأنا لازم أشيلها في أثناء الصلاة هل يصح لي أن أحمل طفلتي في أثناء الصلاة؟ الجواب نعم لا إشكال في حمل الطفلة أو الطفل في أثناء الصلاة. نقول شلون واحدة تحمل طفل تحمل طفلها وهي تقرأ الحمد والسورة ما في مشكلة وتريد تركع مثلا تخليها بالأرض تركع وتقوم وعلى حال بيدها طفلها أو تخليه بحضنها أو ترضعه وهي في أثناء الصلاة ما في مشكلة إذا تقدر مع الحجاب الكامل لا إشكال في ذلك. الأخ عقيل هو من جرحى الفتوى الجهاد الدفاعي وعنده مشاكل بينها في حلقات سابقة على هذه القناة وتصلوا علي مسؤولين كثيرين من المؤسسة أريد رقمه وأريد نساعده وإحنا إله وإن شاء الله تعالى وما يكون خاطر إلا طيب والآن يتصل يقول ما حد وصلني فيظهر أنه الناس بعضهم يتفاعلون والعاطفة تأخذهم ولكن بمرور الأيام على حال تخمد أو تخفت العاطفة فيهم والحمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين على أن تكون فيهم حمية تحمل المسؤولية لهؤلاء الجرحى الذين ضحوا الذين أعطوا. والمشكلة الكبيرة أن الناس يتنمرون عليهم الناس يعني عتبوهم أنتوا شعدكم رحتوا وشفادتكم الفتوى والآن اتمنوا إليك. طبعا هذا اللي يقول للجريح والمجاهد يقول له أنت شفادك روحتك وليش رحت ويبدأ يعتب عليه يعرف أنه لا غيرة له هذا اللي يحكي لا غيرة عنده ولا إنسانية عنده ولا إنصاف ولا دين. إذا هؤلاء الجرحى ما كانوا يدافعون عني وعنك إذا كان هؤلاء الشهداء إذا ما كانوا ويجاهدون ويستشهدون في سبيلي وسبيلك أنت ما كان لسانك طويل وتتكلم بهالطريقة الوقحة على أن تعاتب المجاهدين لماذا جاهدوا.
جاهدوا حتى أنت لسانك هذا ينضبط وتكون إنسان تعرف حدودك، على أنه هؤلاء المجاهدين لولاهم لما كنت وما كانت أعراضنا وما كانت مقدساتنا وما كانت هذه الحالة اللي تتعيشها. للأسف الناس بعضهم جهلة لا يفهمون ويتصوروا على أنه عاتب الآخرين، ليش جاهدتوا ليش دافعتوا، فهو يعتبر نفسه أنه هو إنسان على حال ملتزم بالفتوى فهو إنسان عاقل. هذا على حال لازم يراجع نفسه، فاللي يراجع نفسه يشوف نفسه كم هو إنسان مقصر وضميره ينبه ولكن لا يريد أن يبين ذلك. نعم جواد تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله. جواد من أهالي الديوانية قضاء عفو. حياك الله تفضل. مولاي أنا عندي أرض زراعية تبعد عن بيتنا 70 كيلو. نعم. وهاي الفترة القادمة راح نخلصها شلون ما أعرف، يعني يوم بين يوم ويوم أروح أعرف حكم الشرع شلون مال الصوم. أنت كثير سفر يا جواد؟ كثير سفر بس القاعي. يعني شنو كثير سفر بس وقاعك بالشهر كم مرة تروح لها؟ يعني كل يومين يوم أروح. يعني 15 يوم بالشهر تروح لها؟ أكثر من 15 مرة. نعم. وش قيد صار لك فترة جديدة تروح لها؟ يعني من شهر العاشر لحد الآن. يعني صار لك 5-6 شهور راح تستمر أيضا وتروح هالشكل؟ مولاي من العاشر 11-12 يعني صار تقريبا 4-5 يعني. وراح تستمر على هالروحات؟ راح استمر لنهاية رمضان ورا رمضان هم. يعني راح تستمر إلى 6 شهور عندك الحالة هذه؟ نعم مولاي. شكرا يا جواد شكرا. أم علاء تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد أنا زوجي بالحشد. نعم. زوجي أنا بالحشد. نعم. ويداوم 7 أيام هناك بالمحاويل. بلي. وإحنا من محافظة الديوانية. ويرجع لهنا يرجع للديوانية 14 يوم يبقى. 14 يوم استراحة 7 أيام شغل. إيه يعني شلون بهذا الحالة صيامه هو. إيه هو الصيام مالته يعني شلون راح يكون؟ 7 أيام يروح للشغل يرجع 14 يوم يقعد يروح 7 أيام أخرى، يعني بالشهر بالشهر أكثر من 10 أيام هو بالشغل. إيه. كم سنة صاير له الشكل معلاء؟ 5 سنين صار له. 5 سنوات. شكرا شكرا حياكم الله حياكم. تفضل جواد. السلام عليكم. أنا صار الزحمة عليك. تفضل جواد. أنا أحد المجاهدين اللي جاهدت في سبيل الله والحمد لله وشكر 3 سنوات بدون راتب وطلعت أنا من كيفي الحمد لله وشكر. هذا فخر إنا وللسيد السستان الله يحفظه ويطول عمره إن شاء الله. ألو مولاي. أنت عن شنو تتكلم؟ عن أرضك الزراعية 70 كيلومتر؟ أي عندي سؤال ثاني. سؤالك ثاني تفضل. عندي واحد من أولادي هو بس وهذا عندي شوية كبير عمره تقريبا 16 سنة. أي. وما قاعد يصلي يعني وأنا قاعد أضغط عليه أكثر يعني حتى قمت أبسطه. أي والله فالمشكلة تحت بها أسان 16 سنة وما جاء تقدر يعني تتفاهم وياه. يصلي فترة ويقطع. أي والله بس ما أعرف شو أسوي له ما أعرف. خير إن شاء الله بارك الله فيك. الأخ نعم أبو حيدر تفضل. أبو حيدر السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بالبداية الله يوفقك ويستر عليك وأحلى ما برنامجك من تكمل تقول لا تنسوني ووالديك من الدعاء الله يرحم والديك. الله يعطيك العافية جزاك الله خير مشكور. الله يحفظك سيدنا. سيدنا عاني الآن بالمرور ذاك اليوم تدري المنشور مالتك الفيديو اللي انتشر صار هواي عليه حكي والناس يعني دوم حاكين هم يجيبون طاري هذا الموضوع. احنا يعني سيد شنو هسه مواقفنا بالنسبة لنحاسب الواديم وتدري كل ناس هم حقها الناس هم حقها من الشوارع تعبانة يعني تدري انت بالوضع سيد اريد يعني بهذا الموضوع اكون سؤال في النبي ولو زحمة عليه. مشكور حياك الله اخ ابو حيدر. بلي اجاوب الاخ جواد. الأخ جواد عنده أرض زراعية تبعد عن بيته 70 كيلومتر
كل يوم يروح لها، يعني كل يومين يروح لها، اليوم يروح لها، بكرة ما يروح، عقب بكرة يروح. فبالشهر 15 مرة، يقول أكثر من 15 مرة أنا أروح للأرض الزراعية اللي هي 70 كيلومتر عني، يعني 70 كيلومتر يروح 70 كيلومتر يرجع، يعني 140 كيلو، وأكثر من 15 مرة بالشهر. وصاير له الآن تقريبا 4 أشهر 5 أشهر، راح يستمر بعد يعني يصير 6 أشهر أكثر. فأنت كثير سفر يا جواد، أنت كثير سفر، صلي تمام وصوم في روحاتك وجياتك، صلاتك تمام وصومك تمام، حتى لو تروح إلى كربلاء أو إلى النجف أي مكان، صلي تمام وصوم ما دام هالشغلة عندك، ما دام هالشغلة عندك. إذا تقول أنا راح انقطع سيدنا بعد 6 أشهر، انقطع. إذا بعد 6 أشهر انقطعت ترجع لحالتك الطبيعية. ما دام أنت عندك سفر مستمر أكثر من 6 أشهر على هالحالة هذه، فأنت كثير سفر. يقول عندي ابني 16 سنة ما جاء أقدر عليه في صلاته، يترك صلاته. شوف يا أخ جواد، إحنا أولادنا، والله شو أقول عنك، يعني أولادنا مثل العجينة بيدنا، يعني أولادنا يسمعون كلامنا من زغرهم ويحترمونا من زغرهم، بس طريقة تعاملنا وياهم وقعدتنا وياهم وسوالفنا وتوجيهنا لهم، ناخذهم إلى المسجد، ناخذهم ويانا، احنا ما نطلع أولادنا ويانا. احنا لما نروح العتبات ما ناخذ أولادنا، نروح وحدنا ويا أصدقائنا وأولادنا بالشارع. احنا لما نروح إلى المسجد الصلاة ما ناخذ أولادنا، نخليهم قاعدين في الكوفي شوب وكذا. ترك الأولاد وإهمال الأولاد وعدم الاعتناء بهم، هذه نتيجته أنه يتأثر بأصدقائه، ما يعتني بوالده، ما يسمع كلام الوالد، لا يلتزم بالصلاة، لأن أصدقائه أصدقاء غير ملتزمين. هذا الولد اللي 16 سنة وهو في بداية بلوغه يتمرد وما يسمع كلام، والضرب طبعا مو صحيح، يقول أنا ضربه بعض الأحيان، هذا ليس صحيحا، ضربه لا يفيده واقعا. أنت لازم الصادق ابنك، الصادقة يعني يصير مثل عزيزك وحبيبك وعلي حال تناغي وتسولف وياه وتأخذ وياك للمزرعة وتشتري له هدية، يعني يصير صديقة. الطفل هذا يريد واحد يسمع له، يريد واحد علي حال يتفاعل معاه. أما حالة من الأوامر والنواهي والجفاف هذا ما رح يتفاعل معك. فغيروا طريقتكم يا آباء في تصرفاتكم مع أولادكم، فإن تصرفاتكم مع أولادكم غير مربية وغير مجدية. إلى إحنا كآباء أن نسأل شلون نتصرف مع المراهقين. أكو الآن دروس جميلة كيف نتصرف مع أولادنا المراهقين، شوفوها الدروس موجودة إن شاء الله تعالى تأثر. أبو علي تفضل. مولانا السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك كيف رفقت مولاي؟ تفضل. حياكم الله سيدنا مولاي. أنا عندي بنت أخوي، بنت أخوي طبعا يتيمة، توفى أخوها أبوها العفو، وبقت فترة ويا أمها، بعدين جبتها يمي أمها زوجة يعني، فجبتها يمي، هي عندها راتب تقاعدي مولاي. نعم. قاعد يعني سيدنا عندها راتب تقاعدي، وراتب التقاعدي طبعا هاني مسؤول عنه من زمان، أستلمه شوفوا شغلة يعني، أنا وكيلها كل شيء، كل شيء وكيل زين. هي من النوع اللي شوية يعني أدها نوع من يعني ما سفاهة وكذا، يعني فقيرة قد أقول عليها. أي ما أدري الحكم شنو يعني، هذا راتب هو عندي وأني هي وياي قاعدة ببيتي وعائلتي، يعني حالة حال ولادي حالة بناتي، يعني كل شيء بالملابس. كبر هذه أبو علي؟ نعم. قد عمر الطفلة هاي؟ عمرها سيدنا مواليد 87، مرة صارت يعني. نعم. مرة 87 عمرها. كبيرة يعني. مواليد 87، مواليد 87. ما متزوجة؟ لا لا تزوجت وهم منفصلت يعني. تزوجت وانفصلت والله. على حال يعني هي مسؤولة عن تقاعد والدها، هي مسؤولة يعني بيدها. لا لا هو أنا الوكيل، لأني يعني فقيرة من نوع الفقير يعني ما. منو يعني منو أعطاك الوكالة؟ هي أعطتك الوكالة؟
بالضبط يعني من زغر وبقيت انا عليها لانه ما عدا احد يعني. وامواله جاء تصرف عليها لو تصرف بها انت؟ الاموال انا ما اخذ مدونيه منها يعني. كل ما هذا اقولها يا ابا شو تقولين؟ قالت تيمك انا ما عندي مانع يعني. خير ان شاء الله يعني. مشكور ابو علي، ان شاء الله تتربى عندك بامان ان شاء الله. نعم ميسر تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا صار لنا 20 سنة نحن سواق تريلات. نعم صار لي 20 سنة سائق تريلا. 20 سنة سائق. بالنسبة للصيام شلون؟ أنت سائق 20 سنة. إيه. ما هو حكم الصوم؟ شكرا. عليكم علينا الصيام وعلينا. واضح ميسر واضح حياك. نعم. عباس تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا العزيز أنا عندي سؤال. أنا أداوم بالبحر. إيه. إيه دوام أسبوع بأسبوعين. أسبوع دوام أسبوعين. إيه أسبوع الساعة. دوام أسبوعين. إيه. أنا قبل أصعد البحر سألت أحد المعممين. بلي. هذا السؤال. قال أنت تعتبر كثير السفر لأن أنت تتجاوز حسب سعر الثاني تتجاوز ثلث السنة خارج مدينتك. بلي. واضح يا عباس. واضح حياك. جزاك الله خير مولاي. واضح حياك الله. أبو ليث تفضل. أبو عبد الله. أبو ليث تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام. صحة وسلامة. حياك الله. رمضان عليكم صحة وسلامة مقبل إن شاء الله. إلهي آمين. عندي زوجة ابني. هذا سوالها القاضي نفقه 300 و245. عفوا زوجتك شنو؟ سعد. ابو ليث. وزوجها يريد من عندي مبلغ. ابوها يريد مبلغ 300. ابو ليث الله يخليك ما واضح سؤالك شنو زوج منه؟ زوجة ابني. زوجة ابني اخذت نفقه. أخذت نفقة إيه؟ 245 حسب قرار القاضي. إيه؟ وأبوها يريد يقول كملني 300. والدها يريد عنده أطفال يعني. عنده أطفال وقررهم القاضي 55 كل طفل. ولها 80,000 ما مطلقة هي. فلان شنو؟ زعلانة راحت زعلانة. سؤالك شنو سؤالك؟ سؤالي هل يجوز نعطيهم 50 فرق؟ هل يجوز من جيبي؟ هل يجوز لي أعطيه؟ هل يجوز نعطيهم 50 فرق من جيبي؟ حياك الله. ابني راتبه محدود 300,000. حياك الله أبو ليث حياك الله حياك. نعم كرار آخر متصل كرار. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. عندنا بس سؤالين سيدنا العزة. تفضل. السؤال أول أخ كرار صوتك غير واضح. الفطرة سيدنا شبيه الفطرة يصير نحطها بالصندوق مال مؤسسة العين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما جاء رمضان تسأل عن فطرة حس احنا نسأل عن قلنا لقدام الفطرة يتكلمون آخر رمضان زين. أول السؤال الثاني ايه شو اسمه والد تصلي على القضاء على الكرسي يصير ما يصير؟ تصلي قضاء على الكرسي يعني ما تقدر. حياك الله أخي حياك الله. الأخ الأخت أم علاء تقول زوجي في الحشد دوامه 7 أيام و14 يوم قاعد، مرة ثانية يروح 7 أيام من الديوانية للمحاويل. فلما نحسب هذا الأخ عنده 7 أيام يقعد 14 يوم يرجع 7 أيام يعني بالشهر عنده 14 يوم هو عمل 14 يوم قاعدة 14 يوم عمل 14 يوم قاعدة في شهر. الشهر الآخر عنده 10 أيام عمل
و14 وهكذا، يعني يختلف الأشهر. ولكن في نهاية المطاف الأخ يعني عنده 10 أيام، أكثر من 10 أيام هو خارج بيتهم في مكان ما عنده إقامة شرعية، يعني ما ناوي 10 أيام، فهو كثير سفر، صار له 5 سنوات على هاي الشغلة، فهو كثير سفر، كثير سفر، ويصلي تمام، يصوم في كل أسفاره في كل مكان. أم حيدر، عفوا أبو حيدر، يقول أنا أعمل في المرور، وأنت تكلمت في كلامك اللي تكلمت عن الموظفين أن ضابط المرور لازم يضبط الشارع ويغرم ويجرم ويحاسب. يقول الناس ما تقبل تحكي علينا وأنتوا ظلمة وأنتوا كذا وأنتوا ما تراعون الناس وأنتوا يعني تضرون الناس بالغرامات، وشنو اللي يسوي سيدنا؟ أبو حيدر حبيبي، لا يهمك كلام الناس، أكرر لا يهمك كلام الناس، لأن كلام الناس، الناس حتى على الله ما راضين، شايف الله رب العالمين ما راضين عليه، لأن الناس القانون ما يردو، الناس يريد بكيفه. فإذا ضابط المرور، شرط المرور يريد يضبط الناس ما يقبل، يريد بكيفه، فيقول مشكولة ذمته، يقول ما يخالف مشكولة ذمتي، يقول حرام عليه، يقول له ما يخاف حرام عليه. أنت مسؤوليتك أن تضبط الشارع وتضبط المسير، واللي يخالف تغرمه، واللي يخالف تجرمه، واللي يخالف تنيم سيارته وتحجزها، هذه شغلك. هذا الناس تقبل ما تقبل مو مهم، هواي ناس الآن عني ما تقبل، هواي ناس يحشون علينا يسبونا كذا، مو مهم. علينا أن نؤدي، يلا هاي شعارك خليه، علينا أن نؤدي مسؤوليتنا ولا يهمنا ما يقال فينا. شايف الشعار؟ هو الشعار هذا، علينا أن نؤدي مسؤوليتنا ولا يهمنا ما يقال فينا، مو مهم شو تقول، أنا علي أن أؤدي مسؤوليتي. وهذا شعار الإسلام، لا تأخذه في من؟ لا تأخذه في أداء مسؤولياته وفي الله لومة لائم، واضح؟ جي. أبو علي يقول بنت أخي والدها توفى وأنا يعني تحملت مسؤوليتها، أنا صورت الطفلة صغيرة، لا عمرها فوق 30 سنة، يعني 40 سنة عمرها، ومطلقة طبعا. يقول أنا راتبها التقاعدي عندي وأتصرف فيه، طبعا إذا كانت هي كبيرة وعدها يعني مؤهل شرعية عقل وبلوغ وعلى حال هي مختارة بكيفها، نعم تعطيك الوكالة إلك وانت تتصرف في راتبها التقاعدي، ولكن الله الله في شنو؟ الله الله في مصلحتها، يعني لا تحاول أن تتصرف في راتبها بدون مصلحتها وبدون كذا. هي تقول عنها فقيرة، فقيرة وعلى حال غشيمة، يعني يلعبون عليها، انت لازم تحافظ على مصلحتها وعلى أموالها. ميسر اسم ولد، يقول أنا سايق 20 سنة، فشنو صلاتي وصومي؟ حبيبي ميسر، إذا 20 سنة سايق ليش ما سائل هذا السؤال؟ يعني الآن سؤالك كلش متأخر. السائق، خليه بالك هذه، السائق من شغله السياقة، من شغله السياقة يصلي تمام يصوم في كل مكان، من شغله السياقة يصلي تمام يصوم في كل مكان، وين ما تروح يصلي تمام الصوم، لأن أنت شغلك السياقة، واضح حبيبي؟ عباس يقول أنا دوامي في البحر، 7 أيام أروح دوام و14 يوم بالبيت. أنت يا أخ عباس سؤالك نفس سؤال الأخ الأخت أم علاء عن زوجها، أنت كثير سفر أيضا، أنت كثير سفر، لأن أنت عندك 14 يوم بالبحر و14 يوم قاعد بالبيت، 7 أيام تروح ترجع، 14 يوم ترجع 7 أيام، يعني 28 يوم نصها بالبحر نصها وين؟ بالبيت. فأنت كثير سفر وصلي تمام الصوم في كل أسفارك. أبو ليث، زوجة ابني أخذت نفقة كذا وما أدري إيش، يعني كلام طويل. يا أخي الكريم،
زوجة ابنك إذا طلعت من البيت، إذا طلعت من البيت بإرادته هي، يعني هي راحت وزعلانة والزوج يدعوها إلى البيت وما تجي ما ترجع، فلا يجوز لها النفقة. النفقة لمن تكون مطيعة وزوجها شنو مقصر. أما إذا هي تركت البيت وهي ناشز والزوج يدعوها إلى بيت الطاعة، زوجها يقول تعال البيت بابا خلنا نقعد نسولف، وهي ما تقبل، هنا قرار القاضي ما إلى قيمة شرعية، وهذا وهاي النفقة اللي تأخذها حرام عليها تأخذها. كرار يسأل عن الفطرة، الله يحفظه. نعم يجوز إعطائها لأي مؤسسة شرعية كما هي مؤسسة العين، ما في إشكال. يقول والدتي تصلي على الكرسي صلاة القضاء، إذا كانت ما تقدر إنصافا يعني تسجد على الأرض وتقعد على الأرض، إذا ما تقدر عندها سوافان شديد، يجوز لها أن توقف وتصلي. يا كرار اسمعني، هذا سؤالك المهم، الفطرة بعدها ما جاي هسه، اتكلم عن المسألة هاي. توقف والدتك تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد والسورة، تقرأ الحمد والسورة وتركع ركوع خضوع، ما عندها مشكلة، تركع سبحان ربي العظيم وبحمده سميع الله لمن حمده، تقعد على الكرسي وتسجد على الكرسي، وتقعد تسجد على الكرسي وتقوم توقف، مو كل صلاته على الكرسي، تقوم توقف وتصلي صلي الحمد والسورة وكذا، وهكذا فقط وقت السجود تقعد على الكرسي، أما بقية صلاته تكون من قيام وركوع كاملين. الله يوفق الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم في أول يوم من شهر رمضان. إحنا راح يبدأ برنامجنا إن شاء الله تعالى الرمضاني، يختلف عن برنامجنا طول السنة. برنامجنا طول السنة فقط يوم الثلاثاء في الليل معاكم، بس في رمضان ليليا إن شاء الله تعالى، عفوا عصرا، عصرا سيكون برنامجنا، راح نلتقي بكم يوميا عصرا. الآن بعدين راح القناة هي تحدد الساعة بالضبط، أعتقد راح تكون 4:30 العصر أكون بخدمتكم في برنامج يومي رمضاني إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، ويدفع عنكم البلاء ويوفقكم لطاعته، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهدائنا ويعافي جرحانا. ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.